افتتح معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة مؤتمر الأدوية الحيوية، والذي يشارك فيه أكثر من 500 مختص في مجال الأدوية الحيوية يمثلون القطاع الصيدلي والطبي الخليجي والعربي. ويحظى هذا المؤتمر والذي يعد الأول من نوعه في مملكة البحرين برعاية ودعم من عدد من الجمعيات الأهلية والشركات الطبية والصيدليات. المزيد حول هذا المؤتمر في تقرير الزميل طلال نايف. تحت رعاية معالي الفريق طبيب محمد بن عبد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، نظمت جمعية الصيادلة البحرينية وبالتعاون مع جمعية الصيادلة السعودية المؤتمر العلمي الأول من نوعه للأدوية الحيوية، والذي يهتم بتطوير الأمراض التي تم اكتشافها مؤخرا والتي لا يمكن علاجها عن طريق المواد الكيميائية، والتي تتطلب إيجاد آليات تسعى لعملية الحد من هذه الأمراض. فموضوع الأدوية حقيقة موضوع كبير بالنسبة للعالم كله، من ناحية التكلفة، من ناحية خطورة الأدوية، من ناحية تعاملها والسلامة فيها. وهذه الحقيقة من الأشياء اللي يجب أن يتعامل فيها الجميع، خصوصا أن هناك أدوية جديدة مثل الأدوية البيولوجية والأدوية الأخرى، وهذه الحقيقة مجال جديد يجب أن ينظر له بجدية. وهذا المؤتمر حقيقة سيلقي الضوء على كثير من التقدم في هذه المجالات، وهو فائدة لجميع المختصين في هذا المجال في المناطق في بلادنا الخليجية. وإن شاء الله تتكرر هذه المؤتمرات، لأن هذا المؤتمر الثالث، وإن شاء الله يكون هذا المؤتمر سنوي دائم لهم في هذا البلد. ويهدف المؤتمر إلى خلق قضية علمية تضم الأطباء والصيادلة للاطلاع على آخر مستجدات العلاج في مجال الأدوية الحيوية، والتي تختلف عن الأدوية التقليدية في طريقة عملها وصنعها. وسيناقش المؤتمر ما يعرف بالأدوية أو البدائل الحيوية التي يتم الترخيص لها من قبل إدارة الأدوية والأغذية الأمريكية. والله تأتي أهمية المؤتمر في الوقت الحالي تحدث عن الأدوية البيولوجية، لما فيها أهمية كبرى في علاج المرضى المزمن بعض الأمراض المزمنة ومدى أهميتها، ونظرا لغلاء هذه هذه النوعية من الأدوية، فاحنا حبينا نلقي الضوء ونسلط على مدى أهمية استخدام هذا الدواء، بالرغم على الكوست افكتيفنس وغلاء هذه الشغلة، بس يعني كان هيلب أو تقدر تساعد المرضى اللي يحتاجون في العلاج من نوعية هذه الأدوية. كان عندنا مشاركين جيدين من أطباء وصيادلة، وهذه طبعا السنة المؤتمر الثالث يكون مشتركة، يكون في شراكة بين البحرين وبين دول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية. كل هذه الأدوية اكتشف بعد اكتشاف خارطة الجين البشري أنها لا يمكن علاجها بالأدوية الكيميائية، لازم معالجة الأثر البيولوجي أو الجيني المسبب لهذه الأمراض. ولذلك تكمن أهمية هذا المؤتمر في تسليط الضوء على هذه التطورات وهذه التقنية. حديثا تم إقرار أكثر من 4 أدوية من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، ففتح قناة واسعة لشركات الأدوية للاستثمار في مثل هذه الأدوية. تعد البحرين، مملكة البحرين الحبيبة، هي الدولة الأولى على مستوى دول الخليج اللي سعت لتنظيم حدث بمسمى مؤتمر لهذه الفعالية. ويقام المؤتمر على مدار يومين من أجل بناء القدرات وتدريب الكوادر الطبية المتخصصة في تطوير الرعاية الصحية، والذي يأتي كأحد المبادرات العلمية الإقليمية الهامة. أدوية صنعت من كائنات حية لتتم من خلال التكنولوجيا الحيوية ومصادر مستمدة من صناعية وطبيعية، لتستخدم لعلاج الأمراض والالتهابات وأشكال مختلفة من أمراض السرطان. طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.